أن الساحر ضعيف، ضعيف كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفي النهاية الساحر إن طال الزمان أو قصر بيموت، الساحر إن طال الزمان أو قصر بيموت بفارق الدنيا، وإذا مات فإن مصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها، لأن الله تعالى قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. تعلم السحر أو السحر والعمل بالسحر والذهاب إلى السحرة والاستعانة بالسحرة ده من الكفر بالله تعالى المخرج عن ملة الإسلام. الفائدة البعدة أن العبد الواجب عليه أن يعتمد على الله، ودي أعظم فائدة في الحديث ده، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. ده ملك الناس بتعبده، يستعين بساحر، غيره 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 من المصائب والأشياء. الغلام ده كان بيستعين بالله سبحانه وتعالى، يطلعوا الجبل يقول: اللهم اكفينيهم بما شئت. الجبل يتحرك، الجنود يقعوا، انتهوا. تاني يجيبوه يودوه البحر، اللهم اكفينيهم بما شئت، يغرقوا، يراجع. متوكل على الله تعالى، معتمد على الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية لما جاء الموت، موضع الموت، قال له: حتى تقول بسم الله تجمع الناس في صعيد واحد، إلى آخره ما ذكر وما داعي للتكرار. فالعبد يستعين بالله ويتوكل على الله ويعتمد على الله. مش زول يكون مؤمن يا ناس يقول في الصلاة في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. وده معلوم عندكم، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والقصر والاختصاص. يعني إنت الليلة بتقول إياك نعبد، يعني يا الله لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك يا الله سبحانه وتعالى. تاني الزول يا ناس يعتر، إيه ده رجع يقول: يا فلان الحقنا ويا علان أفزعنا، فلان فارق الدنيا. استعين بالأموات وبالغائبين، والله تعالى يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والحي الواحد الأحد الفرد الصمد المبموت هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له. فالغلام ده كان بيستعين بالله تعالى. شكيه الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد من خاف قوما أن يقول، الزول لو خايف له من الناس، خايف الناس ذي ليازوه، الرسول عليه الصلاة والسلام اداك دعاء معين، قال: تقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عبارة عن جملتين: اللهم دعاء، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، نستعين بك ونستعيذ بك يا الله سبحانه وتعالى من شرور هؤلاء. الفائدة البعدة من فوائد الحديث التضحية من أجل تبليغ دعوة الله تعالى. الغلام ده ما رموه في الجبل، خطوه فوق الجبل والجبل اتهز بعد، دعا الله سبحانه وتعالى، كان مفروض بعد يمشي أهله ويمشي لمنطقة تانية والله فكاه من المصيبة دي، خلاص يهرب. لكن ليه جراجع تاني للملك وتاني ودوا البحر وتاني جراجع بعد الله نجاه؟ لأنه عنده رسالة معينة دار يوصلها، مع إنه غلام صغير. والعلم لا يقاس بصغر العمر ولا بكبر العمر، وإنما العلم بما عند العبد. ولذلك ابن عثيمين رحمه الله قال: والعلماء ورثة الأنبياء، بيشرح في حديث في صحيح، بيشرح في بلوغ المرام في كتاب الطهارة في المقدمات، قال: ليس كل عالم وارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والعلماء ورثة شنو؟ الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ما أي عالم وارث
رسول عليه الصلاة والسلام، هو عالم. لكن ما معنى أي عالم ورث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لأن الوارث يخلف الموروث فيما ورثه، فمن لم يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الحق وإلى العلم النافع قولا وعملا فليس بوارث له بمجرد العلم، كثرت معلومات ساي. فانت لابد تبلغ دعوة الله، تنشر دعوة الله بين الناس. الناس هسي في واحد، ناس كتار، لأن البلد دي ما قاعدين فيها، والناس كلها مشتتة، من ده من هنا وذاك من هنا. اجي اتعلم هنا ولله الحمد، اقرأ أساس وثانوي وجامعة ويمش قدام ويحضر ماجستير ودكتوراه ويتعلم، وبعضهم يشار إليه بالبنان. بلده فيها من الشر ما فيها، هو محترم عندهم، إن قال كلمة بيسمعوا له تلقاه يكتب. ما يقدر يقول لهم يا ناس الجباب اللي بتمشوا لها دي تتبر، لا تنبي الزول لا تشتم زول ولا أي شيء، بس بالراحة وريهم يا ناس الجباب اللي بتمشوا لها دي ما تشيلوا ترابة تتبركوا بيه، يا ناس ما تطوفوا بيها. الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، في محل معين تطوف بيها هناك. يا ناس ما تنادوا أهلها، ده من الشرك بالله تعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعلمنا الألفاظ الشرعية والعقيدة الصحيحة، العفو لله والعفو لله والرسول، يقول لهم لا، العفو عبادة والعفو لله وحده، الرسول تحترموه تحبوه، لكن ما تقول العفو لله والرسول. حتى في الدارية يقول لك وضعناك الله والرسول، تقول لا، تقول حتى لو بالدارية وضعناك الله، يعني جعلناك في حفظ الله سبحانه وتعالى، ما في حفظ غيره. أشياء كثيرة توري الناس تبين لهم ما تكتم الحق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. في آخر فائدتين لأن الزمن طال، ومعليش طولنا عليكم. الفائدة الأولى من الفائدتين ديل، في فوائد كثيرة في الحديث لكن اختصارا، الفائدة الأولى أن من علم الله من نفسه الخير سيهديه إلى الحق. شوف أي زول جوه في قلبه ده في خير، حتى لو هو في بيئة الضلال الله بمرقه يبقيه على الحق. والدليل جليس الملك الأعمى ده، زول بجالس الملك زي المستشار له وأعمى. لما الأعمى ده علم الله من قلبه الخير وأراد له الهداية، جاب الغلام وعرف إنه الغلام ده الله بقى يستجيب دعوته سبحانه وتعالى، يعني صار مستجاب الدعوة. بعدين قال له ادعو لي بالشفاء أن يرد علي بصري، أن يرد علي بصري. فقال أو قال رد علي بصري، قال إنما يشفيك الله، يشفيك الله، تنسب الفضل لله تعالى. فإن أنت آمنت دعوت الله لك، أنت كان آمنت أنا بدعو لك الله سبحانه وتعالى، آمن دعا لي الله، الله رد له بصره. مفروض هو لو زول أصلا بتاع مصلحة بس، أيوة مش ردت لي بصري خلاص أنا رجعت تاني للملك، لا له وبقي على الإيمان، لأنه الله رد له بصره الفوق وبصيرته الجوة تحت في قلبه الاثنين. بعد ذاك تاني ما رجع، حتى لما جابوا المنشار قبل هو حريص على البصر بس، ترك الدين الباطل الفيو وبقى عليه حق بسبب البصر، لكن لما وصل للحق ترك البصر والسمع والدنيا كلها وجسده كله، جابوا المنشار أبى يرجع ذلك، لأن الله قذف في قلبه الهداية وعلم منه الخير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.